مرحبا. طقس شتوي متقلب غائم وممطر مع عواصف رعدية وثلوج على الجبال عم بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط بسبب تأثير منخفض جوي سريع عم بيأثر على مناطقنا، عم بيؤدي لانخفاض درجات الحرارة وارتفاع نسبة الرطوبة على الساحل مع تساقط أمطار رعدية غزيرة خلال الليل، وهبوب رياح ممكن توصل سرعتها 75 كيلومتر بالساعة، ثلوج على ارتفاع 1500 متر خاصة بالمناطق الشمالية والباعية، تنحسر الأمطار مساء الجمعة وبيعود طقسنا للاستقرار نهاية الأسبوع. نسبة تساقط الأمطار بطرابلس من أيلول حتى اليوم 820 مليمتر، السنة الماضية 895 مليمتر، المعدل العام 697 مليمتر. ننتقل لنشوف الحرارة ببعض المناطق اللبنانية. بعبدا 18 درجة، دير الأمار سجلت الحرارة 14 درجة، دير الزهرانة 16 درجة، أما بعلبك 13 درجة مع انخفاض كبير بدرجات الحرارة خلال الليل مع تساقط ثلوج. كيف رح يكون طقسنا بهاليومين؟ منشوفهم سوا. جمعة أدناها 12 أقصاها 17، السبت أدناها 13 أقصاها 18، أما الأحد أدناها 14 أقصاها 20 درجة. هيدي كانت أحوالنا الجوية، ننتقل للنشرة الإخبارية وخليكن بالجو. باي.